هذا وكان معالي السيد ياير لبيد وزير خارجيه دوله اسرائيل قد وصل الى البلاد اليوم والوفد المرافق في زياره لمملكه البحرين، حيث كان في استقباله بمطار البحرين الدولي سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه وسعاده الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد الخليفه وكيل وزاره الخارجيه للشؤون السياسيه. وسعاده السفير خالد يوسف الجلاهمه سفير مملكه البحرين لدى دوله اسرائيل والقائم باعمال سفاره دوله اسرائيل في المنامه وعدد من كبار المسؤولين في وزاره الخارجيه